بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ولا للكسود هذا برنامج كيني أها بي كي دي براوك دقن دين تهدا إن شاء الله بإذن الله الكريم حلقة دان إن نقنش حلقة دي سيالات قصو خاضن دون إن شاء الله بإذن الله الكريم قاب كي لو قد بعد امتحانك دونك إن شاء الله بإذن الله الكريم ولا ليال qofka muslimka oo doonaya inuu dunkani imtixaanka uu ka badbaado waxa laga rabaa inuu haysto shuruud afar ah shuruudaha afarta ee laga waayo umumaleena imtixaanka ina imtixaanka fahmi doontid ina imtixaanka ka badbaadi doontid ama ina imtixaanka yaani u dul qaadan doonto ama u sabir doonto aadku waxa tarto ina muslimna hadda qofka haduu gaal yahay ama uusan ilaahay aaminsanayn waxay taraysaa malaha inuu imtixaankan fahma ama ka faa'iideysta ama uusan ka faa'iideysan laana markuu dhinto dunkani intuu waqti yar uu nool yahay waqti uu markuu dhinto kadibna maaragtay ilaahay jalla wacala haduu ku kufriyo uu ilaahay yaani uu safarmaynin nar ayuu saas ku galaya uu saas ku dhinta qofka gaalka kama hadlayn laakiin qofka muslimka doonayo inuu dunkani ka badbaado waa inuu helaa afar shuruud waxay taarto waa inuu muslim yahay uuba yahay walxamdulillah ilaahay naga wada dhigay arrinta labaad waxay tahay يعني من الطبقة إن أنا كهيسنا الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم يدين تسلم أفرط الشيء قف كمك وهيزته امتحانك دونك وكبت بادية ويعني وكسبر يا حتى أصل لامتحانا يا أيو امتحانك سوق وقرن وقاضنا إني تهم أرين الله جل وعلا وكم امتحانا يبت بادة الدنيا آخر وكبت بادة أرين تا ولا ليال قابك لو كبت بادة مركب qofki afartaas laga heela ayaa badbaaday qaabku marka qofka soo badbaaday qaabku badbaaday waxa ay tahay walaal yar Allah jalla wa ala yumru bi xunaan ilahi jalla wa ala wuxuu ino abuuray adduunka inuu la imtixaano ilahi quraanka soo wuxuu leeyahay alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ilahi jalla wa ala wuxuu leeyahay يعني ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر صفر ان الامتحان وقتنا وحاله بدا مركي امتحانك ان النبي صلى الله عليه وسلم ودي سنا قلنا لان ضدك او امتحانك بدنا ولا سو امتحاني وحا او ادكا وانبياء ويان ورسل ويان ان اي كدينا ودادو كدينا ودادا سو لو بدا سد حلتك لو لو بدا وحي نقول ان شاء الله ان صبرت امر والله وحول الله جل وعلا كو قري وان صبرت الله جل وعلا قرك سو كشيغي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين هذا صبر خوف صبر بدن طاي امتحانك قبل باريسا انت افراد وين نقطة خوف الله جل وعلا كبقى وقف إلهي جل وعلا مر بكبقى بركو إلهي جل وعلا قفك كبقى إلهي علمي سأيات برانيسا واتقوا الله ويعلمكم الله سيدس درتد ولا ليال قفك إلهي جل وعلا كبقى امتحانك نشوي وفضاته وحاك ولا لينا ما رتك فكرتا إن الله جل وعلا أدون كان امتحانك وامتحانك كدي من آخره إلهي جل وعلا كوكو أبال مرين يا أبال مرين آدي آد أوين وباحد وين أنا سوكو بكرين أبال مرين تصنين نقول دوت إن شاء الله بإذن الله كريم جنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أرنت اللي حاد أيوه نقول نسقف كمر والبوئين ودعيسته أري مهل امتحانك لو قبت بادو حكمت الدعاء إلهي جل وعلا امتحانك أصقابه يا دعي سبحانه الله جل وعلا إليه وقال ربكم ادعوا لي أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما لو نكسن إلهي جل وعلا إنك كما ليسد ما دام النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث القدسي وإلهي جل وعلا كورينا من حديث أبي هريرة ما في رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وعلي أنا عند ظن عبدي بي لأجل ذلك ملك الله ما لو نكسينا كما لينا أردت صيانه بالبادة آخرية دورة لأردت صداق سميسيدة بالبادسة صلاة حتى تكون تدى شوى بالبادسة صونك صبرك يذكارتنا حتى تكون تدى شنة امتحاناتك إلهي جل وعلا وكاب بالبادنا العبادة بذل ملك الله ما دع الله جل وعلا وكاب بالبادنا امتحانك أدونك وكاب بالبادسة حتى تدير امتحان وصبرك لأجل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنك حالة دول بخير أيها وضحي هدي إلهي جل وعلا وحوصيه وما هدى علينا يا خير وناقي برواق إلى أدوسيو وما هدى علينا يا هدو الله جل وعلا امتحاننا الله جل وعلا امتحانك اسمك الصبر يا يعني والله ما هي لدتك ولا إلا قف مؤمن قف مؤمن أهما هاني ولك أردت قصير بنا إلا قف سلمات إن شاء الله ولا ليال إلهي جل وعلا خير أدوسيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته